عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم حبيباتي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في قناتي، قناة نبيلة إستريلا. اليوم هو نهار مميز عندي، زوين بزاف. معي الأخت ديالي هنايا في الدار واقترحت علي علاش لا أنها توجد لنا السفة. لتحضير السفة غادي نحتاج شعرية رقيقة ديال السفة، وغادي نحتاج شوية ديال الزبيب رقدته هنايا في الماء، وغادي نمر للطريقة ديال التحضير. على بركة الله، بسم الله. قصرية غادي نعملو سفة رقيقة، كيف ما قلت لكم شعرية رقيقة ديال السفة. جوج المعالق ديال غادي نضيفو لها تقريبا واحد جوج الملاعق ديال الزيت نباتي، جوج ملاعق كبار. تشرب هاد الزيت مزيان باش ما تلجش. صافي، وكنا نحركوها بهذه الطريقة هادي باش تشرب الزيت مزيان باش ما تجيش معجنه. هما اكيد غادي تسولوني تقولوا لي علاش اللي هي ما قدمتهاش، هي كتحشم بزاف، وارتأت انها نقدمها انا وهي هي تخدمها. صافي، كنديروا دابا في الكسكس. صافي، وغادي نعملها في الكسكس بهذا الشكل. كنكون قبل غلينا الماء ودرناه في الظلمه ودنا فيه شويه ديال الملح. وقالت لكم بان قبل انها كتغلي شويه ديال الماء وكتكون كيفاش قلتي كنغلي الماء وكنديروا في البرمه ونزيدوا عليه شويه ديال الملح. كتغلي الماء وكتعملوا في البرمه وكتضيف ليه شويه ديال الملح. صافي، وكنعملوا السفه طيب. حبيباتي، بعد ما عملنا السفه ديالنا هنايا في الكسكاس، عملنا البرمة يعني اللي كتكون مع الكسكس، عملنا فيها الماء مغلي وشوية ديال الملحة، وغادي نخلي السفة ديالنا تطيب لمدة ديال ما بين كتراوح ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة. ومن طبيعة الحال غادي نغطيها من الفوق حتى نشوفوا بان طالع منها هذاك البخار او اللي كيقولوا له الفار، وعاد ديك الساعات غادي نكملوا لها المرحلة الثانية. خليكم معنا حبيباتي. بعد ما طابت لي السفة التفويرة الاولى مدة 15 دقيقة، صافي كننزل الكسكاس هنايا في واحد الإناء وكنخوي عليه هذيك الماء فاش طابت السفة التفويرة الأولى، كيساعدها باش كطيب مزيان. صافي، نسقطروها مزيان من الماء. صافي، ونعملوها في القصرية. نرجعها في القصرية ديالنا. صافي، دابا كنبداو دابا كنشدو شي كاس ولا اناء كنديروا فيه شويه ديال الملحه. هو واخا هذاك الكسكاس كانت فيه الماء ديالو كان فيه الملحه باش سقينا، دابا كنزيدو غير شويه وكنديروا شويه ديال الماء بارد باش كنحلوها ما كتبقاش مجموعه. كيف سمعتوا احبابي كتقولكم بانها كتاخذ اناء كتعمل فيه شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، وكتضيف فيه شويه ديال الماء بارد كاس. صافي، باش كتبقى تسقي به تسقي به هذيك السفه. دابا نقلب هذه باقا سخونه، نخدم بيدي حسن. بحال هكا، دابا كنزيدو الماء. كيف ما لاحظتوا احبابي كتبقى كضيف في الماء وهي كتحل في هذيك السفه. هادشي الشيء ملي كنشبعوها مزيان بالزيت، ولكن ماشي بزاف، ما نفوتوش جوج معالق الزيت، كيعاوننا باش ما كتجيناش ملصقه. كتاخد حقها ديال الطياب. هكا كنعاودو نحلوها، كنشربوها بالماء مزيان المره الاولى. كتديري لها ثلاثه ديال التفويرات، الاولى هكا بالماء والثانيه بحالها والثالثه بالحليب. كنستمر بهذا الشكل احبابي. كيف لاحظتوا انها كترويها بالماء مزيان اللي فيه الملحه،
وكتبقى كتحلها بهذه الطريقه هذه. زيدي خويا غير شويه د الماء المهم هذا راه قياس داك كاسونس ديال العنبه. هذا القياس ديال الماء هو كاسونس ديال العنبه اللي باش كن نروي به هاد الصفه. كنخليوها دابا تشرب واحد شويه عاد باش كنرجعوها للتفويره الثانيه نفس الحاجه. كنخليوها المره الثانيه كنطولوا ليها المده ديالها ديال التفويره يعني ما بين 20 حتى 30 دقيقه. هنا دابا في الاول كنخليوها كتشرب داك الماء مزيان. كنخليوها تشرب هاد الماء هذا مزيان وعاد كنرجعوها عاوتاني كنرجعوها للكسكاس. نتبعوا شويه التفويره الثانيه. التفويره الثانيه كنخليوها عاود حتى الماء بين 20 حتى 30 دقيقه وعاد كنعاودوا نفس المرحله بحال هكا. احبابي غادي نخليو الصفه ديالنا تشرب مزيان هاد الماء هذا ونرجعوا لكم. حبيباتي بعد ما خلينا الصفه ديالنا هنايا في داك الماء اللي صفيناها به هنا في القصريه ها هي مفتوحه مزيان جوج دقائق. هي جوج دقائق شربت داك الماء وهي مطلوقه مزيان ما كتجي لا معجنه لا والو. صافي كنديروها دابا عاوتاني الفوره الثانيه. من بعد كنرجعوها للكسكاس باش كنديروا لها ديك التفويره الثانيه. على فكره هذاك الماء اللي كنا عملناه هنايا في هذا الاناء هذا راه ما كنرميوهش. ملي كنرجعوا للصفه كنبغيو نفوروها التفويره الثانيه كنرجعوه للبرمه كتفور في داك المانيت. انا كنفضل بحال هكا ولا بغاو مثلا ما بغاوش يديروا بهذه المرحله هذه يحطوه هنا ويديروا هكا يهزوا غير بمغرفه ويسقيوها يستغناو على الماء بارد ولكن غير في هذه التفويره الاولى. دابا غادي نرجعوه للكسكاس وغنخليوه يفور التفويره الثانيه حتى كيطلع هذاك البخار كيف العاده وغادي نرجعوها هنايا باش تكملوا معنا الطريقه ديال تحضير الصفه. راه كتجي البنات هائله كتجي زوينه يعني ما كتجي لا معجنه لا والو وكتجي زوينه بزاف. ضروري هاد الزبيب يكون دار في الماء كيتنقع في الماء باش ما كيبقاش قاصح. يلاه كرا كتقول لكم هاد الزبيب هذا كنقعوا في الماء ضروري باش كيجي مطلوق ما كيبقاش قاصح. صافي دابا غادي نرجعوها في البرمه ونخليوها كتفور التفويره الثانيه. تابعونا حبيباتي. بعد ما فورنا الصفه التفويره الثانيه كنزلوها هنا وكنخويو على هذاك المنيت اللي فارت فيه ماشي كامل غير شويه نخويو منه غير شويه عليها بهذا الشكل هذا ونخليوها تسقطر مزيان مزيان باش ما يكبرش خاص هذاك الماء ما يبقاش فيها. المهم نسقطروها مزيان كيف ما كتلاحظوا معنا الحبات ديالها حتى كتنفخوا يعني راه غاده مزيان تيوليو الحبات ديالها يعني غلادين كيتنفخوا كما بهذا الشكل هذا. نخدمو فرشة حسن تكون باقا سخونة نحاولوا نفككوها غير بشويه بالملعقه الخشبيه نستعنوا بالملعقه الخشبيه نفككوها غير بشويه. كنعاودو نرشوها شويه بالماء بارد عاد كنخدموها مزيان. صافي ما نحتاجوش نزيدو لها الملح حيت درنا الملح المره الاولى كافيه انا وهذا الماء اللي كنسقيوها به مالح ما نزيدوش الملح. غادي ندير لك الماء بارد صافي دابا كنفضل نخدم هكا بيدي خويا شويه ماء بارد غير شويه بشويه سيدي حنا دابا البنات كنخدمو غير الطريقه ديال الصفه العاديه
كيف ما راكم كتعرفوا مع هذا الحجر الصحي صراحه ما بقينا كنخرجوا ما والو، حتى التقضيه اللي بغينا نتقداو مع العشيه ولا داك لقاوهم المحلات التجاريه سادين. كنش دايرين بالحساب هذه كنا نلقاو المحلات التجاريه سادين، ويعني صعيب الحال وخاص الشخص واحد اللي يخرج. المهم راكم عارفين الوضع كيفاش داير، حنا كنعملوا دابا غير صفه عاديه، من بعد ان شاء الله الصفه اللي غنعمل لكم انا ان شاء الله غنعمل لكم دفونه باذن الله في وقت لاحق ان شاء الله. هي كتبقى صفه هكا عاديه احسن من صفه عاديه، كتجي زوينه الصراحه. صفه عاديه كتجي حتى هي غزاله. هانتوما الصفه ما والو، كتجي مفرده على بعضياتها، حبات مفردين وما نعجنوهاش بيدينا، كنخدموها غير بالصبيعات ديالنا خفيف وصافي، ما كنعجنوهاش بيدينا باش ما تخسرناش. ها نسكلو تبارك الله، راه طات كيذوب. ها نسكلو كيضعف كي تبارك الله كيولي ندير عليه يدي باش يبان شد كان صافي. غادي نعاودو نديرو لها التفويره الثالثه. هي التفويره الثالثه، كاين التفويره الثالثه ما نعاودوش نسقيوها بالماء. صافي ما كنكتفيو بهذا القدر هذا، ما كنعاودوش نديرو الماء مرات كافيه. كاين اللي كيديرها هكا في البرمه وكيطيبها مع الماء، ما كنفضلش داك الطريقه، ما كتجيش مزيانه الصفه طيب هكا احسن. صافي كنرجعوها دابا للكسكاس. نحلوها بيدينا الا بان شي طريف هكا تجمع، نحلو بصبيعتنا هكا. هذه طريقة سهلة وبسيطة، يعني ممكن أي واحد يقدر يعملها في البيت ديالو، وبالخصوص الناس اللي مبتدئين ممكن أنهم يعملوها بسهولة. انا شحال هذه في القديم كنت كنسمع بان الناس اللي كيفوروا صفه كيفوروها حتى 7 مرات. نعم مابقاش داكشي، دابا ما بقاش كافي، حتى رقيقه ما 7 مرات راه بزاف. 3 مرات كافي، حتى الاربعه بحال الشكل ديال الكسكسو تماما. ممكن حتى الاربعه المرات ماشي مشكل، ولكن 7 المرات بزاف. غادي نستمروا الاحبابي الكرام بهذا الشكل هذا، حتى غادي نرجعوا الصفه ديالنا في الكسكاس ونرجعوها تفوت التفويره الثالثه وندوزوا للمرحله الاخيره ان شاء الله باذن الله. تابعونا حبيبتي. بعد ما فورنا التفويره الثانيه، هي الثالثه هذه التفويره الثالثه اللي غادي، لا دابا هذه باش هزيتها من البوطه، التفويره الثانيه فورناها التفويره الثانيه كنحصلوا عليها بهذا الشكل هذا. بالنسبه للمقادير ككل، عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب اللي غنستعملو في الاخر، وعندي هنايا واحد الساشي ديال السكر فانيلا، ومن طبيعه الحال عندي سكر كلاسي والقرفه، قرفه مطحونه ومعلقه كبيره ديال الزبده. الزبده كنفضل ما تجيش كثيره، وهذا الفاني كنديروه باش كيغطي على ديك النسمه ديال الزبده. بالنسبه لنا حنا ما كتعجبناش المذاق ديال الزبده، غادي نديرو فاني باش كيغطي ليها وكيعطي واحد اللذة زوينة ان شاء الله باذن الله. كنخليوها هكا تبرد شويه، وهاد باش كنضيفو لها الحليب، ما كنضيفوش لها الحليب وهي سخونه، حتى كتشويه كيمشي من هاد السخونه اللي فيها. وكنضيفو ليها هاد الزبيب، بالنسبه للزبيب ها هو راه شتي الحبيبات ديالو كيفاش تنفخو. انا كنديروه حتى لاخر مرحله، اللي كتبغيه طيب بزاف ديروه مع التفويره الثانيه، اللي كتبغيه المهم غير يشد فراسو شويه وصافي ديروه حتى لهاد التفويره الاخيره. دابا غادي نصفيه، هو ضروري انكم البنات تخليوها تبرد واحد شويه، ضروري تبرد شي شويه باش تكملوا لها الخدمه. هاد الزبيب غادي نشدو غنفرشو هنايا في بقى ديال الكسكاس باش كيتبنى طخيه. كناخدو الزبيب كنديرو في الكسكاس لداخل،
مازال كيزيد يتفور ملي سمع هاد السفه هادي هكا صافي. كندوي دابا لهاد المعلقه ديال الزبده كنديروها الزبده ما تفوتش معلقه. كنفضل انا ما تفوتش معلقه زعما انتما احبابي كيف ما كتلاحظوا عملت معلقه كبيره ديال الزبده كيف قالت لكم. من الاحسن ما تفوتوش اكثر من معلقه، يعني معلقه واحده متوسطه الحجم. كنطيبوا هكا ونحاولوا اننا نذوبوها في وسط هاد السفه هادي. انتما السفه ديالنا ما معجنه ما والو، ها هي مفرزه على بعضياتها والحبات ديالها هما تنفخوا. اللي بغى يصغنا على الحليب انا كنفضلها بالحليب، كتجي زوينه. اللي بغى يصغنا على الحليب ما عندوش ما متفرش ليه يديرها المره الاخيره بالماء. صافي كنديروا هاد الساشي ديال السكر فانيلا اللي كيدرق لنا داك النكهه ديال الزبده وكيعطي واحد النسمه رائعه. صافي اللي بغى يدير اكثر من واحد يديرو، بالنسبه لنا حنا واحد كافيه. صافي وكنبداو نعملوا الحليب شويه بشويه، كنسقيو بها كيجي هائل البنات. هي السفه دائما كتعملها لنا في الدار بطريقه زوينه، وصراحه ملي جات عندي للدار بصراحه بقات في هذه الوقيته ديال هذا الحجر الصحي ما عندهاش فين تزوجي بقات معايا، قلت لها علاش لا ما تعملي لناش السفه. صافي كنخليوها دابا تشرب الحليب مزيان، ماشي نديروها نيشان في على البوطه باش ما يهبطش داك الحليب كامل، كنخليوها تتشربوا مزيان وعاد كنديروها في الكسكاس فوق من هاد الزبيب اللي درنا هنا. صافي وكنديروا حتى شويه ديال السكر كلاصي معاها. هانتوما احبابي عملات ديك الزبده وعملات السكر فانيلا وعملات داك الكاس ديال الحليب باش وخلات خلات السفه باش تشرب داك الكاس ديال الحليب، وغادي تضيف كذلك واحد شويه ديال السكر فانيلا. السكر فانيلا درنا لا ضفتي السكر فانيلا عفوا احبابي، غادي تضيف واحد شويه ديال السكر كلاصي. درت السكر فانيلا والزبده وكذلك كاس الحليب، وغادي تضيف واحد الملعقه متوسطه الحجم ديال السكر الثقيل اولا زوج د الملاعق. السكر نتوما كتحكموا فيه على حسب كل واحد على حسب الذوق، كاين اللي ما كيقدرش على السكر بزاف. صافي كنكملها. صافي كندخل وسط هاد المكونات كامله. غادي تدخل فيها ديك الرائحه ديالها، الرائحه ديالها زوينه. ندخلوا فيها المكونات مزيان وترجعيها للتفويره الاخيره. الاخيره سخونه، التفويره الاخيره ماشي بزاف، يعني التفويره اللي كتبقى بزاف هي الثانيه. اما بالنسبه لاحبابي الطريقه ديال التزيين، حنا غادي نكتفيو فقط بالقرفه مطحونه والسكر كلاصي. نتوما يمكن لكم تعملوا فيها اللوز مهرمش او الكاوكاو مهرمش وكذلك مع السكر الثقيل والقرفه، او ممكن تزينوها حتى بالمشمش يابس يكون معسل. كل وحده وعلى حسب اشنو كتبغي. المشمش كنفضلو الا كان السفه مدفونه، اما بحال هكا قد ما كانت السفه سامبل عاديه كتجي زوينه بدون كثرة الاضافات. الرائحه طالعه منا كتشهي، كتولي الرائحه زوينه بزاف، كتولي فيها الرائحه كتشهي غزاله تبارك الله. كيف قلت لكم احبابي هذاك السكر فانيلا اللي عملاته هي هنا كيدرق لنا ديك النكهه ديال الزبده. وبالنسبه للسكر كلاصي كل واحد يدير القياس ديالو، ماشي بالضروره هذا القياس اللي درت انا، كل واحد وعلى حسب كيفاش كيبغي الحلاوه. صافي دابا بارك عليها، ها هي تشربتنا الحليب شي موقف، شربت الحليب مزيان. هنا في القصريه ديالنا. صافي دابا غادي نعملوها في نرجعوها في الكسكاس فوق من هذاك الزبيب اللي عملناه تما باش حتى هو كي يعني كيتبخر وكيجي زوين معاها. حطيتي العصير ياك دلافوكا؟ بالمناسبه جرب واحد العصير دلافوكا رائع رائع رائع، احسن عصير دقته انا. راه وصيتها فيما نجي عندها تصايبولي ان شاء الله باذن الله. راني نزلت لكم الفيديو ديال العصير، غادي يعجبكم حتى تشوفوه. هاد الكمية اللي درنا هنا راه كافية من ربعة حتى لخمسة الأشخاص. تبارك الله نص كيلو، عملنا واحد الكم هائل.
مسكيلو تبارك الله عطات ما عجنا ما والو هانت مفروزه حباله صافي احبابي غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه وغادي نرجع تفور تفويره الثالثه صافي وغادي نزينوها ونوري لكم الطبق كيفاش كيجي في الاخير. حبيبتي بعد ما فورنا السفه ديالنا التفويره الثالثه هاي نزلناها هنايا كتجي مع هذاك الزبيب حتى هو مفور او مبخر كيجي زوين. غادي نطلقوها بواحد الملعقه خشبيه بهذا الشكل هذا غير بشويه باش ما غير بشويه باش ما تعجن ما والو لان باقا سخونه غير بيدينا صافي نخدموها غير بيدينا بهذا الشكل هذا صافي. اللي بغات تزيد واحد الطريقه ديال الزبده في الاخر ما بغاتش بلاصه صافي اصلا الزبده عطات النسمه ديالها صافي نخليوها دابا هكا نخليها تبرد واحد شويه نحلوها ونخليها تبرد واحد شويه صافي وكننزوقها ونقدموها. حبيباتي بعد ما جمعنا السفه بهذه الطريقه هذه خليتها انا غير في القصريه كل ديك الساعات كيزوقها بالطريقه ديالو. الا عندكم اللوز مهرمش بغيتو تعملوه عملوه انا ما عنديش اكتفيت فقط بالسكر كلاسي والقرفه والاخت ديالي زوقاتها بالشكل ديالها اللي عجبها هي بهذه الطريقه هذه كما قلت لكم في الاول الحلقه اللي بغى يستعمل فيها المشمشيه بس يعني معسل او مبخر يستعملو حتى هو كيجي لذيذ. اللي بغى يقدمها في الطبسيل ولا اللي بغيتو تقدموها في الطبسيل ماشي مشكل حنا خليناها في القصريه وصافي. السفه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا اللي يعني السفه هذه ديال الاخت ديالي قدماتها وصوباتها الله يعطيها الصحه. كتجي بهذا الشكل هذا كتجي رائعه لذيذه في المذاق دقت منها قبيل شويه كتجي فنه غزاله سيرتو ملي كنعملوا لها هذاك السكر فانيلا مع الحليب كتجي زوينه بزاف. جربوها احبابي وردوا علينا الخبر تاكلوها بصحه وراحه ان شاء الله باذن الله. غتبغي تقول شي كلمه بصحه وراحه وجربوها راه زوينه بزاف صافي. وكنقول لكم احبابي في الله شهية طيبه وما تنسوش انكم تدعموا القناه ديالي قناه نبيله استريلا وتعملوا لي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكنقول لكم دمتم بخير وشهية طيبه والى اللقاء.